النهارده الدكتور حازم الببلاوي استكمل بمناسبه بقى حازم الببلاوي استكمل رحلته الى دوله الامارات، وكان في لقاء مع صندوق النقد الدولي، والتقى مع رئيس صندوق النقد العربي، والتقى مع رئيس الصندوق، وطلب الصندوق بدعم الاقتصاد المصري. صندوق النقد العربي يعني مركزه في ابو ظبي، وفي نهايه جولته عقد مؤتمر صحفي قصير، نشوف اجزاء من اجاباته في المؤتمر الصحفي. ما قامت به دولة الإمارات ليس عملا منفردا، وإنما ده يمثل رؤية جماعية لدول الخليج وفي مقدمتها السعودية والكويت، وأعتقد أنهم هم أبدوا هذا القدر من الاهتمام. بس الجزء اللي تبلور بشكل محدد ونوقش هو اللي تم مع دولة الإمارات، وأنا متأكد أن هذا يمثل مقدمة لما يمكن أن يحدث مع الدول الأخرى في الإمارات. مصر لها رؤية متكاملة تبدأ بأنه استقلال وسلامة واستقرار الخليج هو جزء من سلامة واستقرار وسلامة مصر. هذا أمر لا جدال فيه، فأي شيء يمس استقرار دول الخليج هو مساس مباشر للأمن القومي المصري، ولا يمكن أن تقبل مصر بغير ذلك. وأعتقد أنه في تصريحات متعددة من مصادر مختلفة، مش ضروري فقط من الخارجية إنما على أعلى المستويات، أن هذه مسألة لا تفاوض فيها ولا نقاش حولها، هو أن استقرار الخليج هو أحد الدعائم اللازمة لاستقرار الأمن المصري.